مع عميدها السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا رائد. أبدأ بخطة بايدن المئوية، المئة عام منذ توليه الرئاسة، والتي تحمل الكثير من التغييرات سواء كان على مستوى المحفزات الاقتصادية، خطط التحفيز، أو فيما يتعلق بالضرائب وبالملفات الأخرى. دعنا نبقى في خطط التحفيز بداية. هل تعتقد أنه بإمكانه تمرير والمصادقة عليها، وأنت تعلم جيدا أنه موضوع الكونغرس لم يحسم بعد؟ بشكل كبير الأنظار والأسواق متلهفة لما يتعلق بخطة التحفيز على وجه التحديد من ضمن أولويات بايدن، حيث بايدن يتجه إلى خطة تحفيز تستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المتراجع والمتضررين من فيروس كورونا بفقدان الوظائف أو غير ذلك، خصوصا أن خطة التحفيز السابقة تنتهي مع نهاية تعاملات هذا العام، وذلك يعني كانت قد حددت ب 39 أسبوع إلى أو أنه بنهاية تعاملات هذا العام، وهذه الخطة تحتاج إلى يعني تجديد والأسواق تتجه إليها. من الصعب جدا أن يمرر الديمقراطيين مستهدفاتهم اللي هي كانت تفوق 3.5 تريليون دولار أمريكي، وعلى الرغم من هذه الإيجابية في حجم خطة التحفيز إلا أن الجمهوريين سببوا تراجع في حجم هذه الخطة، وآخر حديث كان عند 1.8 قبيل الانتخابات ولم يتم تمريرها يعني مطلقا. بالتالي في افضل الحالات مع كونغرس منقسم وصعوبه في تمرير الاتفاقيات، اعتقد حجم الخطه ممكن يكون 2.4 الى 2.5 تريليون، ومع ذلك كافي ان ينعش الاسواق ويسبب التفاؤل، وهذا ما نشهده حاليا، تفاؤل بتمرير مثل هذا الاتفاق، ولكن سيطول تنفيذه بعض الشيء حتى الربع الاول او منتصف الى نهايه الربع الأول من العام القادم. نعم، لكن الأسواق يعني بدأنا نشهد يمكن احتسابها لهذا الفوز رائد. هذا الارتفاع اللي شفناه على الأسواق برأيك، هل هو بالفعل تشجيع لخطة بايدن وعلاقاته أيضا مع الصين القادمة بعد يعني أعوام ربما من هذا الإرباك اللي قدمه ترامب للأسواق بالعلاقات الصينية الأمريكية، أم هي فقط احتسابا لوصول الجمهوريين إلى مجلس الشيوخ برأيك؟ بشكل أكبر هي بنتيجة توضح الصورة لمن هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للأربع سنوات القادمة، وبالتالي إنهاء الغموض أو عدم اليقين في المرتبط بها. بالتالي بالنسبة للمستثمر تكون الرؤية أكثر وضوحا على الأقل، أنه في عندي خطة أو يعني توجه معين يتجهه قادة الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي معرفة هذه الخطة أو معرفة هذا التوجه كان كافيا للمستثمرين للتمركز في الأسواق، ولكن من بنظرة أكثر وضوحا الإيجابية التي نشهدها حاليا هي محاولة تسعير مسبقة للانتصار كانت قبل أن تظهر يعني النتيجة الحاسمة لبايدن بفوزه فوق 270 صوت. كان هناك الإيجابية المرتبطة بمزيد من الارتفاعات وأيضا تراجع في الدولار الأمريكي وولوج للمستثمرين في مراكز في الأسواق المالية سبب ارتفاعات في أسواق الأسهم، وبلا شك أيضا إيجابية مرتبطة بعودة الهدوء العلاقات التجارية الدولية، وبالتالي هذا يعطي نوع من الإيجابية. ولكن الواقع وهو المرتبط بأنه فيما يتعلق بفيروس كورونا وإغلاق الاقتصاد وتحقيق التوازن من قبل بايدن ما بين إغلاق الاقتصاد الضروري وفي نفس الوقت تحقيق التعافي في ما يتعلق بكورونا وإيجاد اللقاح، هذا صعب تحقيقه وسوف ينعكس سلبا على الأسواق. طيب نذهب إلى على أي من الانعكاسات والقنوات الاستثمارية الذهب الذي يفسر دائما أو يفسر بينه الاتجاه له في حالة ضبابية بدرجة أولى يستجيب اليوم لضعف الدولار ولذلك يأتي مرتفعا، أين تجد توجهات الذهب إذا بقي الدولار لدينا متراجع وإذا بقيت السوق في حالة ضبابية؟ لا تنسى اليوم ترامب أو حملته تتوجه للمحكمة العليا للطعن في الانتخابات، يعني وإن كان الموضوع قد حسم ولكن حتى الآن رسميا لا نستطيع أن نقول أن الرجل ربما لن يكون له محاولة أخرى. بلا شك يوجد أمامه محاولة
وممكن جدا انه يكون هناك بعض الحديث من المحكمه العليا، ويوجد جدول حتى نهايه حتى موعد 21 يناير وهو الموعد الفعلي لتنصيب الرئيس رسميا. ولكن يعني بعيدا عن هذه النقطه، لعل الذهب سيكون هو المستفيد الاكبر خلال الفتره القادمه، على الرغم من انه التداولات عليه سوف تتصف بالتقلبات يعني نوعا ما حاده ولكن ذات اتجاه عام صاعد اكثر وضوحا، مستفيدا من ضعف الدولار الامريكي الحالي والمتوقع بشكل اكبر بنتيجه برامج التحفيز، وليس فقط من برامج تحفيز الولايات المتحده الامريكيه، نحن نتحدث عن برامج تحفيز في المملكه المتحده واقترابها من البريكزيت او سوفت البريكزيت مع نجاح بايدن ممكن يكون هو الاكثر ترجيحا، وذلك سيشكل مزيد من التحفيز في الاسواق او ضروره التحفيز في الاسواق، على الرغم من انهم ضاعفوا برنامج شراء الاصول الى 875 مليار جنيه استرليني. أيضا أوروبا كذلك الأمر، برامج تحفيز وأسعار فائدة متدنية، اليابان كذلك الأمر، هذه البنوك المركزية العظمى تسعى إلى زيادة في مستويات التضخم وارتفاع قد ينعكس واضحا وجليا على أسعار الذهب على وجه التحديد نظرا يعني برامج التحفيز الضخمة. في نفس الوقت أيضا التقلبات الحادة التي قد تشهدها نتيجة فيروس كورونا وتأثيراته السلبية سوف يجد المستثمرين في الذهب ملاذا آمنا. أعتقد اختراق مستويات الألفين دولار للأونصة سوف يكون هو المفتاح لسيناريو لمزيد من الارتفاعات قد تفوق الألفين وأربعمائة دولار للأونصة. نعم هنالك توجهات ميساء لإطلاق ما يسمى كذلك رائد بايدونوميكس التي كان سابقها أبينوميكس، لا ندري إذا كان فعلا بايدونوميكس أو لا، يعني مستساغة بالفعل. يمكن سؤال أخير أيضا بالفعل رائد، كمان عم نشوف الأسعار النفط يعني عودتها لمستويات الأربعين دولار اليوم، خطة بايدن اتجاه يعني أوبيك بلس إلى أي مدى قد تعود من جديد على السوق بنوع من الصعوبة لموازنة العرض والطلب، وباختصار إلى أين تتجه الأسواق الآن النفطية؟ كسلعة مقيمة بالدولار الأمريكي على نقيض الذهب ممكن أن يستفيد على المدى القصير إلى المتوسط أسعار النفط بالاتجاه الصاعد، لكن من الصعب جدا أن تحقق الاستدامة بالارتفاعات للفترة المستقبلية نظرا لأسباب رئيسية وهي يعني ضغط فيروس كورونا ممكن يكون بشكل أكبر بنتيجة الإغلاقات الجزئية للاقتصاد التي يدعو إليها بايدن حقيقة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك سوف يكون سلبيا على الطلب بشكل عام. وكذلك الأمر التوجهات المستقبلية نحو الطاقة النظيفة والذي سوف يؤثر ربما على منتجي النفط الصخري في على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل سيؤثر على وجود الحلول البديلة والطاقة البديلة بالنسبة لي ودفع الاستثمارات نحو الطاقة البديلة بشكل أكبر، وبالتالي يقل الطلب على النفط هذا على المدى الطويل. نعم نشكرك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث بإيكويتي جروب على كل هذه التفاصيل.